الوضع في الضفة الغربية لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. نحن على حافة انفجار كبير. هذا ما حذر منه ضباط إسرائيليون عائدون من عملية عسكرية بالضفة لصحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية، معبرين عن غضبهم بشأن تواتر الأحداث وخطورتها، واصفين سلوك كل من بن غفير وسموتريتش بأنه في النهاية يهدف إلى إشعال حرب شاملة في المنطقة مع الاعتداءات المتكررة من قبل مستوطنين على الفلسطينيين هناك. كل ذلك وبحسب الصحيفة الإسرائيلية أدى لانتشار ما سموه بالإرهاب، وأنه قد يتطور في أي لحظة لانتفاضة شاملة. الضباط الإسرائيليون قالوا إنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي وقتها الدفع بمزيد من قواته وهو لا يملك فعليا هذه الأعداد، كما أنه في الفترة الأخيرة امتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشباك في الضفة بسبب عدم توفر ما يكفي من الأماكن في السجون بحسب الصحيفة. وفي حال لم تتخذ حكومة نتنياهو إجراءات سياسية تقلل من احتمالية حدوث مواجهات أو نشوب حرب بالضفة أو حرب على نطاق أوسع، فإن هناك ضباطا وبحسب الصحيفة الإسرائيلية يفكرون بالاستقالة.